أنت يا رب علمني رسومك. رب الملائكة ذو هلا متحيرا عند مشاهدته إياك محسوبا بين الأموات أيها المخرج وناقضا قوة الماء ومنهضا أدم ما موطقان الكل بين الجحيم مبارك أنت يا رب علمني رسوما الملاك لم يعد عند القاب قد خطب حاملات الطيب قائلا لماذا تمزجن الطيوب بالدموع بتراث وإشفاق يأتي الميزان انظرنا اللحد وافرحنا لأن المخلص قد قام من مبارك أنت يا رب علمني رسومك إن حاملات الطيب سحرا جدا سارنا إلى قبرك نائحات ونديبا إلا أن الملك فقال لهن زمان النوح قد مضى فلا تبكينا بل أخبرنا الرسل مبشرات بالقيامة مبارك أنت يا إن النسوة حاملات الطيب وفينا بالحنوط إلى قبرك فسمعنا ملكا قائلا لهن تحسبن الحي مع الأموات فبما أنه إله قد قام من القام المجد للآب والابن والروح القدوس نسجد للآب ولابنه ولروح قدسه ثالوثا مقدسا بجوهر واحد صارخين مع السرافين قدوس 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 أنت يا الآن وكل أوان وإلى دهر الدهر نامي أيتها العذراء لقد ولدت معطي الحياة وأنقذت آدم من الخطيئة ومنحت حواء الفرح عوض الحزن والاكتئاب
لأن الإله الإنسان المتجسد منك قد أرشد إلى الحياة الذين كانوا عنها دكتورة. أنت بتبلشي. صباحكم نور أعزائنا المشاهدين عبر صفحتنا صفحة نور سات الأردن. منحييكم من هذا الصباح بعد العودة عودتنا من الالتزام في المنازل بالبيوت. رجعنا محجورين. محجورين بالبيت. رجعنا للاستوديو طبعا مع الاحتفاظ بالتباعد الاجتماعي كمان. نعم. احنا ملتزمين بالقوانين والتعليمات. صباحكم نور أعزائنا المشاهدين. نتمنى انكم تكونوا كلكم سالمين، صحتكم كويسة، منتبهين على حالكم ومتابعينا يعني كمان خلال هاي الفترة الماضية. نحن بنشكركم على متابعتكم، بنحييكم على كلمات الدعم، كلمات المحبة اللي انتوا وجهتوها لنا خلال الفترة الماضية. فانتوا أصدقائنا وانتوا راس مالنا في نور سات، مكتبنا الأردن، مكتب المتواضع، وطبعا مكتب الأم نور سات بيروت. نحن منحييهم كمان على المتابعة ومشاركتنا بفعالياتنا ونقلها أول بأول من خلال الشاشة المحبوبة، شاشة نور سات وفضائياتها نور الشباب ونور الشرق، نور مريم ونور القداس. أهلا وسهلا فيك أبونا بهذا الصباح. الله يخليكم. صباحكم نور من شمس العدل، نور يسوع المسيح للجميع. الحقيقة يعني أنا اليوم زي الطالب اللي جاي على المدرسة جديد أول مرة بده يوصل، يعني عن جد هيك مشاعر جياشة، عن جد بحكي من صمصون قلبي مثل ما بحكوا، عن جد مبسوط كثير فرحان وإن نلتقي من جديد والحياة بالتدريج شوي شوي تعود إلى طبيعتها. والمؤسسات إن شاء الله بعد عيد الفطر السعيد كمان راح تفتح كل المؤسسات الحكومية، وتنتأمل بهالأوقات الصعبة اللي عشناها وكيف عشناها. أهم إشي كيف عشناها، يعني حياتنا والأيام اللي بتمشي من حياتنا من عمرنا. هاي الأيام يعني إلها قيمة خاصة كانت بهاي الوقت، يعني أشياء جديدة كتير عملناها، يعني خصوصا بصلواتنا بتأملاتنا، ونتقدم لنورسات الفضائية وين من كانت، سواء بأمريكا، بكندا، ببيروت، وين من كانت. فعلا كانت في البيت كنيسة بالحقيقة، ووصلتنا للعالم. حضرنا القداديس، صلينا المسبحة بالشهر المريمي اللي احنا ماشيين فيه، أيضا بزمن الفصحيات. يعني كانت فعلا الحقيقة نورسات كانت معنا. كل الشكر لربنا طبعا على أنه عاد فينا الحياة من جديد، وهي نعمة جدد فينا أشياء كثيرة وطيبة. وبحب من الآية اليوم اللي تكون معنا، هي آية اللي بتحكي كل الأشياء تعمل معا لخير الذين يحبون الله. يعني قديش بصمة الله تعالى في المحنة بتكون بضعفنا وبشدائدنا، قديش بيكون حي وقائم في حياتنا، القائم من بين الأموات يسوع المسيح، يقومنا ويقوم هالبلد بقيادة جلالة الملك وهالحكومة الرشيدة وهالمواقف اللي حسينا حالنا. ما بدي أحكي لأول مرة، بس أنا بتجربتي الشخصية مع الحكومة ومع الدولة ومع اللي شفنا إنهم علاقة عائلة وأخوية، ولما بطلع وزير الصحة، لما بتطلع وزير، يعني حسينا في خوف علينا إنه هالناس عم بيشتغلوا عشاننا، عم بتعبوا، عم بيسهروا عشان إحنا نكون بكل حماية. وأيضا الإعلام بكل مكان كان هو اللي يوصل لنا التعليمات التوجيهات. فهذه العودة دكتورة يعني شغلي فيها حياة جديد، نبض جديد،
فالله يعطيكم القوة ورسالتكم العظيمة كإعلامية قديمة وكإعلامية حاضرة اليوم وفاعلة. دكتور الله يقويكي، وشكرا دائما لمساعدتكم انه تخلونا صوت الكنيسة يطلع للناس بدعمكم. شكرا كثير دكتورة. طبعا أبونا شكرا لك على كلماتك الحلوة الطيبة. هذا واجبنا وهي رسالة نورسات أول على أخير. لكن نحن بعودتنا للحياة بصراحة نحن رجعنا للحياة، لكن لسه الوضع والتخوف قائم، لأنه ما رح ينتهي هذا الوباء ما دام أنه ما في له علاج أو له مطعوم. فرح نضلنا نحن محافظين على حالنا من التباعد الاجتماعي، المحافظة على النظافة، محافظة على التطهير من واستعمال الكمامات خاصة في التجمعات طبعاً. اللي فيها عدد أكبر من الناس في أماكن التسوق طبعاً. رح نضلنا محافظين على هذه الهيئة وين كمامتك أبونا؟ هي معي بس شلت عشان المايك واحنا كمان بالتباعد الاجتماعي هذا كمان بالاستوديو. الخوف قائم، احنا ما بدنا نطمن العالم انه فيش اشي وكورونا راحت، لسه كورونا موجودة، لكن ما راح تروح 100% الا اذا وجد فاكسين مطعوم او وجد دواء وعلاج لإله في حال إصابة فيه. فديروا بالكم على حالكم اعزائنا المشاهدين، لانه نحن بعودتنا للحياة رجعنا للحياة، لأنه نحن عنا أمل وإيمان كبير بوعي المواطن طبعا بده تعايش مع هذا الوضع، بده نتعايش بوعي المواطن ومسؤوليته ووعيه أنه يحافظ على صحته ويحافظ على صحة الناس اللي حواليه، مسؤولية على أفراد عائلته طبعا. كمان يحافظ على البيئة العمل، على بالرجوع للعمل لازم كمان ننتبه أنه الموجودين بالمكتب مثلا أنه كمان أحافظ عليهم، يعني استعمال طبعا. كمام، استعمال المواد المطهرة، استعمال القفازات بالأسانسير كمان هلأ طبعا. مثلا بالمصاعد حاطين ملاحظة انه بس فقط اثنين، احنا عم نحكي هلا عندنا في العماره المصعد فقط لاثنين يطلعوا فيه، زائد انه يوقفوا بظهر بعض على اساس انا بطلع مشي منه بنزل الوزن اللي بقعده في البيت. الاول هلا بطلع لك مشي، لما بطلع للسادس السابع مستحيل صعب هذا المشي، لكن برضه كمان انه يكونوا بظهر بعض. في تعليمات كثيرة اكيد مشاهدينا واعيين للتعليمات هاي والبوستات اللي كانت تنحط من مواقع الاعلام وايضا نشرات التوعيه كيف المحافظة على التباعد الاجتماعي في ظروف الحياة المختلفة بالبيت بالعمل إلى آخره. فديروا بالكم على حالكم، اللي بيقدر يضلوا في البيت ويشتغل من البيت مش غلط، واللي بده يطلع يدير طب شو الحل دكتورة، شو الحل؟ بدنا نصلي أكثر كمان. هلا نحن منصلي ربنا يلهم العلماء والأطباء المخترعين إنهم يلاقوا دواء لهذا الفيروس الكوفيد 19، يلاقوا له دواء أو يلاقوا له مطعوم أبونا. نحن مرينا في أوبئة بالعالم كثيرة ولقوا لها مطعوم ولقوا لها أدوية، إن كان السل، الشلل، الطاعون، الحصبة، الجدري، عدة الهيبتايتس اللي هو الكبد الوبائي. ولسه نحن يعني الحبل على الجرار، كل ما بنتطور بالعلم والتكنولوجيا اللي يطلع لنا فيروسات أخرى. فالله يخلينا علمائنا وأطبائنا إنهم عم بيحاولوا هلأ في مراكز الأبحاث العالمية بكل أنحاء العالم إنهم يلاقوا مطعوم أو يلاقوا دواء لعلاج لهذا الشيء. الحجر الصحي الفائت ما كان سهل علينا لأنه تغيرت كل حياتنا مثل ما تفضلت أبونا. فنحن هلأ بدنا نطلع من هذا الموضوع لأنه نطلع فاصل من الموضوع كله نطلع من هذا الموضوع شوي، نعطي للناس بادرة أمل أكتر وعساس يتابعونا على هالصفحة. مش رح نحكي بس عن كورونا، عن أشياء تانية كمان. ففاصل ونعود إليكم مشاهدينا. مش غريب أبدا أنه وصل هالوباء بزمن الصوم، مش غريب أنه أطفالنا محمية، مش غريب انه بعد ما لاحظنا تأديب اللي ربنا سمح فيه. ايه هذا تأديب؟ بغض النظر اذا حبيت الفكرة او لا، راجع كتير
كتابك المقدس بعهديه القديم والجديد، وشوف كم مرة وردت كلمة وباء وكم مرة وردت كلمة خوف. لازم نخاف، لازم نخاف، لأنه بس نخاف منبلش نصلي، وبس نصلي منبلش نفهم، وبس نفهم منبطل نخاف ومنرجع لحقيقتنا، نرجع للحقيقة، حقيقتنا الفانية. العمر رح يخلص برمشة عين، إذا مش من كورونا من غيرها، وبترجع المعاني بتاخد محلها وحجمها الطبيعي. الأمات ما عادت تعرف تقعد مع الولاد. تذكري أمك شو كانت تعمل بالبيت معكم كل النهار، وعملي مثلها. مثل هالوقت من كل سنة كان التحضير للشعنيني يظهر من معناه الأصلي الطبيعي، ليفوت بلعبة مين أحلى ومين أجمل. هيدي السنة عم تقلنا إنه الشعنيني مش دار أزياء، هاي إذا استرجيت تروح عالشعنيني. جرسوني صغيرة ركعت العالم، ركعت العالم الخاطي، ركعت عالم الأنا، ركعت عالم الشوفوني، عالم فجور الأنا. وهيدي منا إلا البداية، وما رح يخلص الوباء إلا بالصوم والصلاة. يا رب سامحنا، يلا دكتور، وارحمنا وخلصنا. طبعا احنا سيد جاك كلاسي، هذه كلماته كانت في بداية أزمة كورونا، فنحن بنوجه له من خلال هذا النهار كل التحية ويعطيه العافية على كل ما يقوم به من أجل الإنسانية ومن أجل الفضائية كمان. نورسات اللي هي فضائية وكنيسة فضائية بنسميها، اللي عم تعطي الأمل وتنشر الرجاء في غد وفي حياة جميلة ما دمنا مع الرب، ما دمنا مع بالصلاة، بالأخوتنا الإنسانية مع بعض، فقادرين إنه نحارب وننتصر على كل ما يعيق حياتنا. حياتنا صح. في بعض التساؤلات وردت على نورسات من خلال عدم استطاعتنا لتلبية كل دعوات الصلاة خلال الزمن الفصحي. هون أنا بدي أعطي مش عذر، أحكي يعني إنه من هذا المنبر بوجه تحية لكل رؤساء كنائسنا هون في الأردن وعائلاتنا الكنسية، لكن أنتوا عارفين خلال فترة الحجر في بداية كورونا ما كان الجميع حاصل على تصاريح إنه يروح على كنيسته يقيم الصلاة، فكان يقيم الصلاة في بيوتهم، فبعض الكهنة ما قدروا يحصلوا على تصاريح ومن رؤساء الكنائس، فحاولنا قدر المستطاع إنه نوصل لهم، لكن عذرهم معهم، فقدر المستطاع قدروا يخدموا العائلات وقدروا يخدموا رعيتهم، فإن شاء الله هلا مع الحجر الجزئي إنهم بقدروا يتواصلوا مع رعاياهم. نحن منحيي كمان أعزائي المشاهدين اللي بيحتفلوا بشهر المريمي بهذا الشهر، شهر خمسة اللي دخل علينا شهر خمسة، ما عندي شهر الفصح كمان، لكن منحيي إنه هذا شهر العذراء المكرم لتهنئة العذراء بقيامة ابنها يسوع المسيح من بين الأموات وانتصاره على الموت وإعطائنا الحياة. فمنقول مريم العذراء، مريم أنت المباركة من بين النساء، ولك كل الفخر أنك تفتخري بقيامة ابنك يسوع اللي انتصر على الموت وعلى الخطيئة ليقدر يخلصنا من العبودية، عبودية الخطيئة. فهذا الشهر المريمي المكرس لمريم العذراء، بنتمنى للجميع شهر مبارك، وبنتمنى وبنصلي لمريم العذراء أنها تقدر أنها تحمينا في هذا الزمن اللي احنا بحاجة لكل صلاة وكلمة رجاء
لإلنا دربنا ينجينا من هذا الوباء. كمان أبونا بدنا نحكي على موضوع الصلاة يوم 14 أيار. قداسة البابا فرانسيس دعا إلى الصلاة، ممكن تخبرنا عن هاي الدعوة؟ نعم، في الحقيقة هي لجنة اللي انبثقت، اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، هي صاحبة المبادرة، وقداسة البابا أيد، وفضيلة شيخ الأزهر الإمام، ودعوا لكل العقائد وإلى كل أصحاب المذاهب الدينية حول العالم أنهم يصلوا في وقت محدد اللي هو يوم الخميس القادم. الإنسانية البشرية جمعاء تصلي، وأعتقد حسب معلومات متواضعة لم يحصل هذا الحدث في عبر تاريخ الأمم، أن اجتمع كل المذاهب تركع وتصلي وتطلب من الإله الواحد، إله المسيحي، إله المسلم، إله اليهودي، إله البوذي، إله الهندوسي، إله كل من اعتقد في مذهب أنا ما اعتقدت فيه أو فلان اعتقد فيه، تجتمع معا وتصلي. الله سميع بسمع، وهذا هو إيماننا، هذا هو رجاءنا، إنه هالوباء سيزول بصلواتنا. بنشوف بالكتاب المقدس حافل باستجابات الله، كتاب الخلاص، يعني الطريق اللي بيوصلني للأمان. الصلاة هي الصلة والاتصال المباشر مع خالق هذا الكون مبدع. نفس الآية اللي حكيناها بالبداية، لكل الأشياء اللي احنا حتى اللي احنا شايفينها أشياء مش صالحة، لأن إلهنا إله الخير صالح، وسيستطيع أن ينجي كل من يصرخ إليه. هذا اللقاء صلاة، هذا اللقاء محبة وسلام لأجل عودة الحياة إلى طبيعتها، إلى نبضها. نصلي معا، المسلم المسيحي من كل المذاهب، من كل أتباع الديانات، نصلي لله الواحد. هذا شيء عظيم جدا، أن نعود إلى جذورنا، ما يجمعنا، ما يجمعنا هو الله، ما يجمعنا هي كل شيء صالح بكل دين. هذا مش عيش مشترك فقط، هذا إشي أعظم من العيش المشترك اليومي، الحياة اللي بتفرضها الطبيعة في تعاملنا مع بعضنا ومع الطبيعة أيضا، والحفاظ عليها. ولكن أيضا هذه صلاة روحية من الأعماق، من القلب إلى قلب الكون، لله خالق ومبدع جمال هذا الكون، لن يسمح للإنسان أن يشوه جمال هذا الكون. سنعود نصلي دكتورة عشان هذه العودة، هذا لقاء من صميم القلب، لنعود نصلي مع بعضنا البعض. وهي ممكن يعني أن نحسها، ما بدي أحكي من فوائد، هي ما في فوائد للوباء أكيد، ولكن هي قديش إحنا جعلنا من هذه الأزمة فرصة كي نصلي، كي نعود لجذورنا، كي نفعل ما كل هو صالح بحياتنا، ما هو كل شيء فعل محبة، ترجمنا المحبة اللي بالقلب على أرض الواقع بكل الأعمال الشبابية اللي قاموا فيها أولادنا بالفترة الماضية أيضا. يعني هاي كمان هذا موضوع مهم جدا راح تحكوا عنه اليوم، صح؟ نعم، هي الصلاة من أجل البشرية جمعاء. قداسة البابا مع شيخ الأزهر، خاصة في عنا نحن وثيقة اللي هي وثيقة الأخوة الإنسانية اللي وقعوها سوا قبل سنتين تقريبا. اللجنة العليا منبثقة عن هاي الوثيقة، اقترحت انه يكون صلاة جماعية،
مع بعض نعم. بكل الديانات مع التباعد جماعية مع التباعد طبعا نعم. انه من كل انسان من مكانه قلبه. يعني لانه نعم. لو الوضع غير هيك كان ممكن عملوا احتفال كبير ضموا فيه كل علماء الاسلام والديانات الاخرى نعم. انها تجتمع مع سوا يصلوا مع بعض في احتفالية كبيرة، لكن نحن هلا التكنولوجيا ابونا قربت المسافات، فممكن نجتمع عن طريق الأثير زي ما دائما بنحكي. الصلاة النية بالصلاة في 14 الشهر النية عشان ربنا يحفز يلهم العلماء والأطباء لإيجاد علاج ودواء ومطعوم لهذا الوباء على أساس أنه تخلص منه البشرية بأسرع وقت بأقرب وقت. نصلي مع بعض مسلمين مسيحيين هندوز نعم. كل الديانات كل اليهودية إلى آخره، نصلي مع بعض من أجل الخلاص من هذا الوباء. صلاة وصوم، صلاة صوم وأعمال رحمة كمان يعني بقلب أصلا رمضان كمان بقلب رمضان اللي أصلا نعم. بالضبط راح نصوم كلنا مع بعض يعني زمن يعني بسألني يوم الخميس فعلا بالحقيقة يعني مش كلام للإعلام فقط، إنه بسألني أبونا شو عامل اليوم صايم اليوم صايم، طب أنت بتصوم رمضان إحنا راح نصوم يوم الخميس كلياتنا نعم نصوم، لأنه بالصوم بالصلاة وبالصدقة نحن من حق إرادة ربنا إن شاء الله. فيوم 14/5 نحن عاملين هون بالأردن فعاليات، إذا بتضلكم متابعينا على صفحتنا لإقامة الفعاليات والصلاة معا، نصلي مع بعض كلياتنا من مكاننا من بيتنا من شغلنا من بلادنا المختلفة. طبعا نورسات رح ننشر نحن نورسات بيروت البرنامج كامل، لأنه كمان مع قداسة البابا من الفاتيكان كمان بالدول الخليج، لأنه رسالة الإنسانية انبثقت من دبي نعم. طبعا هي احنا كمان عندنا بالأردن رسائل إنسانية كتير منبثقة من سنوات عديدة اللي هي رسالة عمان وكلمة سوا كلمة سوا طبعا كلياتها بتصب بنفس الرسالة اللي بالزبط. هي نصلي مع بعض نصلي من أجل بعض لخدمة بعض لإنسانيتنا بمختلف الديانات. هاي بنادى فيها سيدنا صاحب الجلالة الملك أكيد. يعني من زمان كل مبادراته كانت تتركز على هذا الموضوع نعم يعني. الخدمة الإنسانية. ف14 شهر أعزائي المشاهدين عبر صفحتنا على النورسات الفضائية تابعونا في برنامج رح يكون خصوصي ب 14/5 الصلاة من أجل البشرية جمعا والإنسانية. أبونا شو رأيكم جماعة نحط فاصل صغير عشان ننتقل لموضوع آخر نعم. تابعونا. آت إليك يا في يدي لك باقة من وجع وألم وأمل من هموم الناس جرعات نعم النساء إليك يا عبرة وفي يدي لك باقة من وجع وألم وأمل من أعزائي المشاهدين رجعنا لكم ورح ناخد بعض التعليقات قبل ما نفوت في موضوع مبادرات شبابية.
فرح ناخد أول إشي من حي شيرين حطر من الكويت انضمت معنا لبرنامجنا. منحكي يسعد صباحك منتهى جرجس معماري. جاكلين كمان عواد انضمت لإلنا، أهلا وسهلا فيكم، صباحكم نور ومبارك. سهيل الخوري بقولكم صباح الخير أبونا الحبيب، هلا أستاذ المبدعة، أهلا وسهلا فيكم. وجاكلين عواد العذراء تحميكم وتحميكي أخت جاكلين، أهلا وسهلا فيكي. إليك يا مريم أمين يا رب، أمين أكيد دايما أمين. هديل الكوزة ما بعرف شوين أراضيك يا هديل، بكندا ولا أمريكا ولا أستراليا، هدول من الأخوة العراقية اللي كانوا كمان متواصلين معنا عبر نورسات ومكتب نورسات الأردن، فأهلا وسهلا فيكم وين ما كنتم، الله يحميكم يا رب. عبد يوسف أهلا وسهلا فيك معنا في البرنامج، يلا دويهي هللويا. هللويا هنديبة أمين يا رب، صلاة مقبولة على نية الخير بالقلب يا رب أمين. سميرة السالم أمين يا رب. معنا كمان نضم للمشاهدة نويمي زيادات إيفون حتر، أهلا وسهلا. صفوان جبرائيل أمين يا رب. ومفادي كل التحايا يلا حتر، أهلا وسهلا فيكي، أهلا وسهلا. صباح الخير من حمود وسماكية، أحلى سماكية وأحلى كرك. عبد يوسف أهلا وسهلا. يسعد صباح أبونا نادر سوق، يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك برنامجنا أبونا الحبيب، إن شاء الله منستضيفك شي برنامج معنا يوما ما، تقدروا إذا تتحركوا يكون زوجي فردي السيارات فبتخبرنا بلك تحملوا علينا تصريح فردي. صفوان جبريل أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحكم. مجدي حتر أهلا وسهلا. لولا نفاع أهلا وسهلا فيكم. إيمان شعبان نور دكتور، يسعد صباحك وصباحك يا إيمان. سمير حنا قبطي يسعد صباحكم. كلوديت دبابنا سيستر كلوديت سيستر كلوديت دبابنا، أهلا وسهلا فيك سيستر، يسعد صباحك يا رب. لارا حداد أهلا وسهلا يا لارا، وأنت المنورة. كميل فرح انضم لإلنا، أهلا وسهلا فيك يا كميل. جنيت يوسف أمين يا رب، يسوع المسيح يحمينا جميعا أمين يا رب. وجيه سليمان بعتنا رقم مش عارفة إيش هو الرقم هذا، بس بقولنا هاي أهلا وسهلا فيك. باسم النبر انضم لإلنا، أهلا وسهلا. فرادة يعقوب ومسعد هرم هرمينا، أهلا وسهلا. الشماس الإنجيلي بول جوري، أهلا وسهلا شماس. شماسنا من الكنيسة الروم الملكين الكاثوليك. كميل دانحو أهلا وسهلا. كيفورك مصريان من الأرمن، رعية الأرمن. نبقى برضو كمان أبونا على التعليقات والأصدقاء بنقدر نصبح عليهم بعد شوية. في بدنا نحكي في موضوع آخر، المبادرات الشبابية اللي صارت خلال فترة كورونا. نعم. أبونا صارت في مبادرات شبابية كثيرة يعني. نعم. ما بنقدر نحصرها في برنامج يعني مدته قصيرة، لكن حبينا إن شاء الله من خلال برنامجنا نضوي على بعض المبادرات اللي قامت فيها شباب من رعايانا ومن كنايسنا. جسدوا كلام ربنا، جسدوا كلام السيد المسيح انه ننظر للآخر، نساعد الآخر مهما كان. نعم. الآخر في خاصة في هذا الظرف الصعب وفي بداية كورونا، فمن المبادرات الشبابية اللي نحن حابين نضوي عليها في عنا الشاب ركان فخوري، قائد القائد ركان فخوري كشاف. من كشافة طبعا الزرقاء، اللاتين الزرقاء، عمل مبادرة جميلة جدا
ونحن حتى كمان كتبنا عنها في النورسات وعلى مواقعنا الإخبارية طبعا. لكن أنا كتير حابة أنه يتم الاتصال مع ركان فخوري يحكي لنا هو عن هاي المبادرة وكيف فكر فيها ومن أي منطلق، يعني من أي روحانية فكر فيها أنه ما ضلوا قاعد في البيت مع أنه عنده عيلة وعنده أطفال، لكن ما بقي ضل قاعد بالبيت، لا حس أنه في حاجة بمكان ما وانطلق. وانطلق بروح المسيح. فإذا معنا ركان فخوري. نعم يسعد مساكم. أهلاً أهلاً قائد ركان. يسعد مساكم جميعاً ومسا المستمعين ومسا القائمين على هذا البرنامج. الله يسعدك يا رب، شكرا يا قائد ركان. قائد ركان، احنا حكينا شوية هيك عنك لكن ما حكيناش عن المبادرة، فتركنا لك المجال انك تحكي عن المبادرة من بدايتها. انا بعرف انك انت ما بتحب انه ينحكى عنك شيء لانه دائما انت بتتبع انه ما تفعل يمينك لا تعرف شمالك في كلام السيد المسيح، لكن انت قدوة كمان لكل الشباب انهم دائما ما يوقفوا مكتوفين الأيدي بأي شيء بسيط ممكن يقدروا يساعدوا ويعملوا الفرق. فأنت شو عملت؟ يعطيك العافية دكتورة وشكرا لك، دائما أنت كمان من الداعمين للشباب. بداية أنا قائد كشفي وموجود بمحافظة الزرقاء، وبتعرف الجائحة اللي مرت علينا هو ظرف طارئ وأول مرة بتصير عنا بالأردن وبالعالم جميعا. احنا بلشنا باول ايام الحظر انه في عائلات سواء كانت فقيرة سواء كانت متمكنة عمال مياومة سكرت كل محلات البلد، ما في مخابز، ما في ناس تطلع، ما في ناس تيجي. اول ما بلشتك كمبادرة شخصية مني انه في بعض المخابز بعلاقة شخصية بعرفهم كانوا يخبزوا يعطوا للجيش للأمن للناس اللي هم مخولين انهم يقدموا للناس. فعبينا السيارة وبلشنا نوزع لعائلاتنا اللي احنا بنعرفهم بالمنطقة تبعتي بالزرقاء، وجماعتنا خلينا نقول اللي بالحي اللي انا بعرف انهم بحاجة لخبز عن طريق جروبات الواتساب. نعم. بعدين شوي شفنا انه الامور عمالها تزداد حدية والناس كل مالهم عم بفوتوا بجوانب يعني مش متعودين عليها، وإحنا بتعرفي في الزرقاء مدينة الجند والعسكر وفيها نسبة كبيرة من عمال المياومة، وعندنا شباب وطنيين غيورين كمان زي وأكثر. فحبينا إنه شوي تكون المبادرة عن نطاق أوسع، بالإضافة إنه في معاي شباب من مختلف مناطق الزرقاء، فشفنا إنه لازم هاي المبادرة أو خلينا نقول إنه الجهود الشبابية إن نتوجها أو خلينا نقول نأسسها بعمل واضح نقدر نقدم خدمة واضحة للناس. فعملنا فكرة المبادرة طلعنا فيها والحمد لله قدرنا نوصل أعداد كثير صراحة ما كنا نتخيلها أول ما بلشنا. قدرنا نوزع ما يقارب 1260 طرد على العائلات والعائلات المحتاجة أو المستورة، بالإضافة للعائلات اللي عندها عمال مياومة وتضرروا من هاي الجائحة، بالإضافة إنه وزعنا ما يقارب 600 ربطة خبز. استحدثنا كمان فريق للتمريض المنزلي، كان في عنا شباب بفتخر فيهم طبعا، عندهم حس وطني اللي هم دكاترة وممرضين قانونيين. كنا نحاول إنه أي ناس بحاجة إنه مثلا نغير على جرح، يغز إبرة، يقيس ضغط سكري، في عنده شغلات هيك بسيطة ممكن إحنا نخفف الضغط على الكوادر الحكومية والرسمية، خصوصا إنه الدفاع المدني في الوقت هذاك كان يتعامل باليوم بعدد حالات كبير، وكانوا الناس اللي بيحكوا مع الدفاع المدني يتأخروا عليهم قد ما عندهم حالات. وبنفس الوقت كمان استحدثنا فريق من الشباب المرتبين اللي قدرنا نصرف ما يقارب 600 وصف دواء من الصحة، من وزارة الصحة ومن الخدمات الملكية، ونوصلها لبيوت المرضى. وبنفس الوقت كمان زي ما بتعرفي مر علينا عيد الفصح وإحنا موجودين في بيوتنا، فقدمنا بيوم أحد الشعنين بحدود 270 شمعة
مع أغصان زيتون مباركة لأطفالنا على البيوت، وكمان قدمنا بعيد الفصح شوكولاتة، كيس شوكولاتة لكل عيلة، وزعنا ما يقارب 700 كيس شوكولاتة على أساس إنه أولادنا ما يحسوا بهذا الضغط اللي موجود علينا، ودخلنا الفرحة زي ما بيقولوها لأطفالنا، والحمد لله قدرنا نوصل رسالة. وكان في مبادرة كمان شخصية من إحدى فريقنا إنه حصل على النور المقدس خلال يوم سبت النور، ووزعناه بمحافظة الزرقاء بطريقة شخصية. نعم. لأنه كان في يوميتها حظر، هو لأنه كونه كان من الكادر الطبي مسموح له التنقل، فالحمد لله قدرنا كمان إنه إن ندخل النور المقدس لبيوتنا. بالإضافة إنه إحنا كمان عنا هلا حملة رمضانية، يعطيكم العافية. الله يعافيك. قدرنا نوصل ما يقارب 1600 وجبة وزعناها. نعم. على العائلات الصايمة. نعم. بالإضافة إنه كنا نشمل عدد من العائلات. نعم. المسيحية، نوزع عليهم غدا. نعم قائد ركان، يسعد صباحك. حلو. صباحك نور. أهلا أبونا جورج معك حبيبي. أهلا أبو. صباحك حبيبي. طبعا. كيف حالك؟ يسعدك. أنا بحب توضح لسادة المشاهدين اللي بيسمعونا الآن يعني كيف تعزيز المبادئ الكشفية مع الفزعة الوطنية اللي قمت فيها، وشو مشاعرك بعد لقاء جلالة الملك وتعزيز هذه المبادرة لديكم؟ كيف كان شعورك بس لقائكم مع سيدنا؟ تمام أبونا، بداية يعني إحنا بنستمد همتنا من همة وعزيمة قائد البلاد اللي دائما هو زي ما بقولوها بالمقدمة، ودائما هو فزع لنا. والصراحة الجهود اللي عم ببذلها سواء هو ولا سيد حسين يعني زي ما بحكوها موجود على الأرض الواقع. نعم. وإحنا ما بنقدر نكون إلا كمان فزع على بلدنا لوطننا، وإحنا كشباب البلد دايما سيدنا بتغنى فينا، ودايما سيدنا بيقول شو بدكم، إحنا موجودين وجاهزين جدها شباب جد. هذا الحكي إحنا كشباب مطلوب منا إنه إحنا مش نستنى والله إيش بده سيدنا إحنا نعمل، لا مطلوب منا إنه إحنا كمان نقدم شوي للبلد، لأنه البلد قدمت لنا كثير. صحيح. ومن مبادئ الكشاف كمان العطاء بدون مقابل وبدون شكر. وأنا بصراحة يعني لمبارح لغاية ما فتت وقعدت وسيدنا شرف بالدخوله، وأنا كأني بحلم. حلو. لأنه بداية المبادرة أنا ما كنت أتوقع أنه نوصل لهون، وما كنت أتوقع أنه سيدنا رح يعرف أنه في يوم من الأيام أو خلينا نقول الديوان الملكي العامر. ولكن لا، الشباب الطموح، الشباب اللي عم بيشتغل في بركة ربنا وفي خوف ربنا، أكيد ربنا رح يعطيه أكثر مما هو متوقع. وأنا بصراحة ربنا أعطانا النعمة اللي إحنا بصراحة ما كنا متوقعينها، وبصراحة شوفت سيدنا هي قوة وعزيمة. نيالكم نيالكم يا عم. صح. بصراحة يعني زي كأنه ريستارت جديد، يعني يلا بلش من أول وجديد، وشو ما نقدم بنضل مقصرين لهاي البلد. نعم يعطيك العافية قائد ركان، فعلا انت مثل ما حكيت ما كنتوا تنتظروا يعني هذا الشيء اللي هو مقابلة جلالة الملك من خلال مبادرتكم. انتوا عملتوا هاي المبادرة من حسكم الوطني، حسكم الانساني كمان. بالنهاية هذا واجبنا، يعني لازم كل واحد يتفقد جاره، يتفقد ابن الحي تبعه، يتفقد ابن وطنه. نعم. واحنا مبادرتنا كانت انسانية، يعني ما بنطلع انه هذا اردني او مسيحي او مسلم او عراقي او سوري، احنا كنا نشتغل بانسانية، يعني اي شخص موجود على الاراضي الاردنية او خلينا نقول بالزرقة احنا يعني هذا من واجبنا انه نكون معاه. حمد الله شباب. نعم. قائد ركان، خبرنا يعني كان اللقاء مع جلالة الملك عبد الله، شو حكى لكم يعني، وايش هي مثلا التوصيات اللي اعطاكم اياها من تشجيع؟ كيف سيدنا سيدنا دائما من المشجعين للشباب. نعم. وبداية انا طرحت عليه كمان مبادرة خلينا نقول الخطة اللي بدنا نعملها بالمبادرة بعيد الاستقلال، اللي هو احنا هلا قيد الانشاء ل 500 طيارة ورقية مرسوم عليها علم الاردن راح نسويها في سماء الزرقاء. سيدنا لما سمع المبادرة انبسط وحكى لمعالي العيسوي نتابع مع الشباب، وان شاء الله احنا يعني دائما نكون عند حسن ظن سيدنا،
وسيدي حسين كمان كان قاعد ومبسوطين، سماتهم على وجوههم زي ما بحكوها البسمة اللي كانت تطلع منهم وهم بتحدثوا مع الشباب، هذا أكبر فخر لإلنا. حلو. لأنه أنتم بتعرفوا بجوز الضغطات اللي هلا موجودة على مولانا، كيف يعني باليوم بيجتمع بجوز 3-4 اجتماعات كلهم شوية هيك لخبطة ومشاكل وكذا، ولكن لما قعد مع الشباب حسينا إنه هو يعني من تفاصيل وجهه إنه هو مبسوط ومرتاح بشباب وطننا. وبصراحة أنا كنت مع نخبة من الشباب وأكيد في زينة وأفضل وأحسن وعم بيقدموا لهذا الوطن، الوطن موجود بالطاقات الشبابية، وسيدنا أوصى ونبه كل المسؤولين إنه كل الدعم لهذول الشباب للمبادرات الشبابية، وأي شاب طموح أي شاب عنده إشي يقدمه لهذا الوطن إنه سيدنا بدعم شخصي منه ومن سيد حسين ومن الديوان الملكي العامر. حلو. على أساس إنه بيتم ونجح هاي المبادرات الشبابية. حلو حلو. بصراحة جلالة الملك طول عمره داعم للشباب ودعم لكل المبادرات. صحيح. الخاصة والعامة، ومثل ما تفضلت قائد ركان في مبادرات كتير كانت بالمملكة. صحيح. طبعا في اشي انتشر واشي ما كان يعني ما انتشر، فاحنا ما منقول انه بس هاي المبادرات اللي موجودة او اللي قابلة جلالة الملك اللي كانت بالأردن، لكن في اكيد مبادرات طبعا. كانت صحيح. كمان موجودة في الأردن كله من شمالها لجنوبها وشرقها لغربها، الكل قام بالمساعدة من حس الوطني، هذا الحس الوطني اللي دائما دائما منعززه من خلال الحس الوطني، انك انت تكون مواطن، انك تعمل الفرق بوطنك، انك انت اللي تتحرك وتقول انا الاردن انا الاردن. لما كل انسان يقول انا الاردن ما استنى غيري يقدم لي خدمة، لا انا اقوم في المبادرة. فهذا الشيء اللي وجدناه فيك يا قائد ركان، انك انت بادرت بحسك الوطني لوحدك وانت ملتزم. هذا واجبنا في اتجاه وطننا واتجاه المجتمع كامل، واكيد بتعطي انت وبتغرسه للكشافة والمرشدات اللي انت قائدهم. صحيح. وهاي كمان رسالتك انت، ف يعني مسؤولية عليك كبيرة هلا من هلا وطالع، خاصة انكم هلا صرتوا رواد لهي المبادرات الشبابية، وبنتمنى كمان انه الشباب كلها انها تعمل هيك شيء مبادرات، ونحن دائما على استعداد من خلال نورسات ومن خلال صفحتنا كمان انه نضوي عليها وننشرها. فإذا في مبادرات أخرى كمان قائد ركان، نحن منحب نضلنا على تواصل معك، وشكرا لهالوقت اللي أعطيتنا إياه هذا الصباح. ولا يهمك ستي، وأنا من خلال المنبر تبعكم بحب أشجع وندعم كمان كل شبابنا المسيحيين وصبايانا كمان، لازم كلياتنا نكون عندنا حس وطني ومواطنة صالحة ونقدم، وأنا أصغر واحد فيهم وبفتخر إني أكون ابن هاي البلد، وبفتخر إني مسيحي طبعا. إن شاء الله يا رب نشوف أمثال ركان وأفضل من ركان كثير، وكل الدعم لأي شاب أو فتاة حابين إنهم يقدموا أي إشي، وإحنا جاهزين نتعاون مع أي ناس. إن شاء الله ربنا يقويكم ويعطيكم الصحة، وشكرا على هاي زي ما بيحكوها الإضاءات الشبابية الواضحة، وشكرا للنورسات اللي دائما موجودة بكل شيء بخص الوطن والشباب. الله يحميك ويعطيك العافية. شكرا. الله يحميك. أهلا. شدنا سير الشنطة عطونا حتى الحبال، قالوا هيا بنا عتسلق الجبال عتسلق الجبال. قالوا هذه الخيام لخالد الكشفية لخالد الكشفية. هاريك ريك 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 باري يا ري يا ري يا را، هاريك ريك 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 باري يا ري يا ري يا را، هاري يا ري يا را، كشف يا حياتي كشف يا حياتي. كنا مع ركان القائد ركان فخوري، فمنحييه كمان مرة، ونرجع نحيي كمان أصدقائنا اللي انضموا إلنا على صفحتنا
منقولهم أهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. مها إيبف، منى بوشية، بوشة، رفاح، خياط، صباح الخير إلكم. الأخت سناء لوح انضمت إلنا. هلدا بدرة سويدان، أهلا وسهلا من الحصن، هذول خورية. فارس طوال أيضا، ويسعد أوقاتكم جميعا. أيهم أبو عصام حدادين، أهلا وسهلا فيك. بقول للقائد ركان الشيخ أبو راشد، أبو راشد. فوزي سهاونة منضم إلنا. منى إبراهيم، أهلا وسهلا. وعندنا كمان إخوتنا المسلمين، سيد محمود طبيشات، أهلا وسهلا فيك. نحن منعتذر على أنه حاطين كاسات مية برمضان، لكن أنت عارف الوضع، فمعليش ما تأخذنا. فكل إخوتنا المسلمين منحييكم، ورمضان يا ربي مبارك، وينعاد عليكم بالصحة والخير يا رب، وبهدات البال والسلام للجميع. منى كمان بوشيارين رجعنا. منار عماري، أهلا وسهلا فيك يا منار، معنا منضم. بقولك للأمام سيد ركان فخوري، تحس الكشف يجاوب عليه عشان مكشاف. أبونا بسام شحاتيد من حييك يا أبونا، أهلا وسهلا فيك. صباحك. أم طارق الياس حتر نضم إلنا، أهلا وسهلا. إيمان بهجات الشرايحة، أهلا وسهلا حبيبتي. أخت الأبونا. مريم حجازين أم سهل، أهلا وسهلا فيك. أبونا بسام الدير صديق النور سعد، أهلا أبونا. دايما أنت متابعنا على صفحتنا وعلى هذا البرنامج، كمان إحنا منحييك وفخورين في انضمامك معنا. أم طارق كمان الله يبارك فيك. عدنان الحدادين، رامي أبو جودة، كل أصدقائنا اللي عم بيشاهدونا ومتابعينا على صفحتنا لايف، أهلا وسهلا فيكم. أبونا من نكمل على المبادرات الشبابية. بصراحة في كتير مبادرات أقاموها شبيبتنا وكشافتنا ورعايانا على من خلال فزعة كانت أدوات التواصل الاجتماعي. في عندنا المسرح الكاثوليكي أقام مقابلات مع عدة شخصيات كمان عن طريق الابليكيشن اللي هو زوم تبع الميتينجز، فكمان أقاموا من خلال من المنازل إنهم قدروا يجمعوا الناس. حلو. نحكي من خلال شاشتهم، من خلال صفحتهم كمان، فمنحييهم. المسرح الكاثوليكي، منحيي كشافة مرشدات مطرانية الروم الكاثوليك طارق مسلم، القائد طارق مسلم، على تعاونه مع النور سات في انهم يبثوا الاداديس من مطرانية الروم الكاثوليك. كمان ساعدوا النور سات انهم البث المباشر، فمن حي الكشاف والمرشدات، وعلى كمان مبادراتهم في خدمة رعيتهم وتوصيل المساعدات والمعونات للمحتاجين. في عندنا كمان مبادرات أخرى أقاموها شبيبة الأردن للدراما المسيحية، من حيهم كمان على نعم على هلا عم بيطلعوا بأفكار من خلال نشاطاتهم، من خلال تواجدهم كمان بالمنازل عم بيعملوا نشاطات إن شاء الله راح تظهر على الساحة. من خلال سكتشات راح يعملوها وفيديو كليبات لترانيم جديدة. أنا بسميهم الكشافة الحقيقة في كل كنائسنا، هم الجناح الأيمن للكنيسة. أكيد. وأنا كان إلي بالعشر سنين الماضية بخدمتي يعني خدمة طويلة مع الكشافة، وفعلا يعني هم سند للكنيسة بالتنظيم بالتجهيز بالإعداد. أكيد. واليوم بكل الكنائس بكل الرعاية عم بيكون في لهم فعلا، والجميل جدا بحس وطني يعني لما بتنزل الكشافة حتى بهذا الزمن، يعني حتى مبارح أول مبارح كان في كشافة من كنايسنا بتوزع التمر والماء على الصالحين. نعم نحييهم هدول كشافة. نعم. صفوط. نعم. بعيتك. نعم هم كشافة بمدينة الأرثوذكسية. الكشافة الأرثوذكسية. نعم. بس نتعاون مع بعض، يعني صار في تعرفنا على بعض. نعم. نعم. لا حلو كان كمان إنه عم بيوزعوا التمر والمي. نعم. زي زمان، لكن طبعا مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي، تعليمات الصحية والأمور الصحية. في كمان أبونا بدناش إحنا كمان ننسى شبيبة أصدقاء النورسات اللي وزعوا الأغصان الزيتون وقت الشعانين. نعم. اللي ساعدوا برضو كل الناس تحتاج لمساعدة، خاصة مع الأباء الكهنة اللي كانوا مش قادرين معهم مش تصاريح وحابين إنهم يتواصلوا. نعم. هذا موضوع
مع بعض من رعاياهم، وخاصة أنا هون بهذا من هذا المنبر رح أذكر الكلدان. نعم. عندنا كاهن المسؤول عن الكلدان في الأردن أبونا زيد، أبونا زيد حبابة بنوجه له التحية بهذا الصباح، وكان صعب عليه لأنه من عطى تصريح للتحرك، وكان انتم بتعرفوا انه في عنا عراقيين كتير موجودين بالأردن من المهجرين، كانوا بحاجة لمساعدة طبية، مساعدة روحية، كانت مساعدة مرضى، وكان في عنا حالات وفيات الله بلكي هلا بسمعونا بيعطونا تصريح ان شاء الله. هلا مع لسه الحجز هلا المؤقت يعني صار الواحد فردي زوجي يقدر يتحرك، لكن فعلا لكن احنا قدرنا نتواصل مع ابونا زيد ونساعده انه حدا من شبابنا بهالمناسبه كمان صح معنا تصاريح انه نساعده في ايصال بعض المعونات والمساعدات لبعض العائلات العراقيه. وابونا السريان كمان نفس الاشي، كان ما معهوش تصريح، الموارنه معهم مش تصريح، انا مش هون قاعده عم كلنا ما معنا تصريح عم بعترض، لكن كان يعني كانوا بحاجة أنهم يتواصلوا مع رعاياهم وهن رؤساء الرعاية، كان لازم نعطوا تصريح. أنا هون مش عم بلوم الحكومة، أنا بعرف الله يعينها، لكن بقولكم يعطيكم العافية. ونور ساد كانت يعني أنها تقدر تحاول تغطي هذا الجاب اللي هي الفجوة أنه معهم مشي، حاول أنها توصل لهم وتساعدهم بالأمور الثانية، لكن إن شاء الله الأمور لقدام أنها تنفرج ونلاقي حل. وكمان في يعني بحكيها على الهواء يعني لأنه برنامجنا بنحب يكون من القلب للقلب، يعني هذا مش موضوع خاص يعني عم بحكيها هلا، بس عن جد بسبت النور والأحد كنا بالبيوت وكان الوضع يعني في شوية حزن، يعني موجوعين إنه مش بكنايسنا، ولكن بالأمانة ومن النور سات بنحكي كلمة شكر لسيدنا خريستوفورس عطل مطران الروم الأرثوذكس بالأردن. فعلا يعني كنا نتابع جولاته وتنقلاته وهالناس كيف من الشبابيك بتزن، يعني عن جد أحيا فينا الإشي كنا فاقدينه، فمنصلي عشانه. نعم. الله يطول عمره. نعم. يعطيه الصحة في جولاته، وأنه نشر النور، نور المسيح، نور المسيح القائم من بين الأموات، نشر لكل الرعاية من الشمال للجنوب والشرق للغرب. مش معقول على فكرة، أنا كنت أحكي أنه يعني كيف قادر، كان يحكي لي في الشماس وزميلنا الشماس صفرونيوس اللي اليوم بدنا نحييه ونقول له ألف مبروك صوفيا، بيبي صوفيا إجته بنت بتجنن اسم الله صوفيا معناتها الحكمة. نعم. فصار بابا، فمنحييه من هذا المنبر ونقول له مبروك. آمين. يا ربي تتربى بعزك يا شماس صفرونيوس، وتشوفها من المستزدين بالحكمة والمعرفة والمحبة والإيمان، يا رب وتشوفها أكبر وأكبر. كان كتير كتير متعاون معانا كمان كنورسات، نحنا من خلال المركز الإعلامي الأرثوذكسي مكتب الإعلامي، فتعاوننا كان مع بعض أنه نقدر أنه نتشارك بالصلوات من الكنيسة الأرثوذكسية ونشر النور المقدس من خلال جولات سيدنا المطران خريستوفورس. من حيي ومنقولكم كل عام وانتم بخير، تضلكم يا ربي سالمين وغانمين. وأيضا كمان في كمان شبيبة كانت من خلال مساعدتها للناس من خلال كاريتاس توصل الدواء والمأكل والمساعدات للناس، ما قصرت كاريتاس، من وجه لها كمان التحية. وفي مبادرات أخرى كمان ذكرتها، تكية أم علي هلا خلال رمضان، المبادرة الهاشمية في المساعدة كمان. في كتير سيئة أبونا، كتير مؤسسات بصراحة زي ما حكيت أثبتت موجودية. نعم. كمان ما بنقدر نذكرها كلها لأنه بتحتاج لائحة طويلة، فللكل بنقول مشكورين لكل هذا الدعم ولكل هالمحبة. وأنا كمان بدي أوجه شكر خاص كمان لعائلة نورسات العاملين في هاي الفضائية والمحطة، إن كان بنورسات لبنان وكمان بالأردن، اللي ما توانوا ليل مع نهار إنهم ينقلوا الأداديس ويساعدوا الناس، وأي خدمة بيحتاجوها ناس توجهت للنورسات إنه ساعدت. فبحيي كل شاب عامل في النورسات، كل صديق لنورسات وجه تحية أو وجه كلمة طيبة أو وجه نداء أو وجه محبة،
مساعدة. بحيي الأب رشيد مستريح بمبادرتهم كمان اللي هو التعلم عن بعد، وهو كان من المدارس الرائدة في برنامج التعلم عن بعد، إنه ما خلى في فاصل بين المكوث بالمنزل واستمرارية التعليم لمدارسهم. فالأب رشيد مستريح بنحييه كمان على هو أب زي البابا، زي الأب، زي أب الروحي وأب كمان أرضي لكل أبنائه بالمدرسة. كل التحايا لأبونا. نعم أبونا رشيد. في عنا كمان أبونا خليل جعار اللي فتح مركز لصناعة الكمامات، كمامات الصحية كمان كان يعطيها مجانا لوزارة الصحة وللمحتاجين الكمامات، لأنه صار في نقص بالكمامات وكان يغلى سعرها، فبعض التجار كانت تستغل هذا الموضوع. فأبونا خليل كمان جعار من حييه على مبادرته وعلى خدمته لوطنه. ففي بعض الكهنة كمان أقاموا، خصوصا أبونا نبيل حداد كمان كان يبث إنا كل وما زال. أبونا نبيل حداد نعم تواصل يعني معنا من خلال وجه يعني من وجوه كنيستنا. نعم. يعطي العافية. نعم يعطي العافية، وإن شاء الله قريبا في نعمل مبادرة الصلاة من أجل 14/5 مع الأب نبيل حداد كمان ومع مطرانية اللاتين، المبادرة والصلاة اللي طلبها قداسة البابا 14/5 إن شاء الله ومسيحية. نعم. بخلال صفحة نورسات نحكي التفاصيل أكثر. نعم. فنرجع نحكي فاصل ولا نحكي سنعود تعليقات، شو رأيكم؟ في عنا أبونا أليكسيوس قاقي، أهلا وسهلا فيكم أبونا، يعطيكم العافية. تحية صديقنا العزيز، صديقنا وصديق النور سات، تحية لإلكم. لينا شبيب، لونا رجعنا، أهلا وسهلا في الجميع. ونطلب كمان من شبابنا، شباب النور سات، نطلب منهم يا رب انهم يكفوا خدمتهم معنا في خلال نشاطاتنا القادمة. نعم. وان شاء الله بصلوات الجميع يا رب نحملهم بصلاتنا. نعم امين، يتحنن علينا. امين امين. نطلع فاصل. نعم. رجعنا لكم أعزائنا المشاهدين وعبر صفحتنا نورسات الأردن. أنا راح أخبركم شغلة، إنه هذا البرنامج هو برنامج تشاركي تفاعلي اجتماعي ديني روحي ثقافي، وإن شاء الله قريبا حسب وعد نورسات فضائية الأم إنه راح يتحول على الفضائية التلفزيون كبرنامج أسبوعي باسم النور معكم. فإن شاء الله إنه بنجاحنا من خلال هذه الحلقات
انه نقدر نوصل المعلومة، ونحن على استعداد دائم انه لاستقبال اي ملاحظات واي مشاركات من الاصدقاء في من خلال هذا البرنامج، وان شاء الله انه نقدر نستمر ونحقق لقاءات مع كهنة، مع شخصيات عامة خاصة ومشاركات اخرى. ففي نهاية هذا البرنامج نطلب يا ربي الصحة والسلامة للجميع، ورح نختم لقائنا. للأسف يعني مر فترة ويعني بسرعة المر الوقت، يعني مش معقول أبونا يعني اللي عم يعطوني المشكورين اللي خلف بالاستوديو الجميع اللي قائم على الصوت وعلى النشر الإلكتروني. نعم، اللي بذكرهم أنا بحب أذكرهم: ريمون حتار، أنس السقا، فخري، سناء كمان موجودة إن شاء الله، منار عماري، ميشيل رزق، الله يخليهم ويحفظهم وتضلكم سالمين، ونضلنا مع بعض كعائلة نورسات هون من مكتب الأردن مع مكتب نورسات. متحيي كمان نورسات ماري تريز كريدي وماري تريز حنين ورولان وريمون اللي كانوا معانا على البث المباشر، نوجه لهم التحية ومنقولهم يعطيكم العافية. نورسات فرير نور اللي كان متواصل أي شيء من الأردن فكان رأسا يستجاب له، فيعطيهم العافية جميعا. ومن خلال كمان موقعنا الإلكتروني nursat.tv اللي شاركونا كمان وتابعوا معنا، سوريا يعطيك العافية، جوسلين يعطيك العافية كمان. فنوجه لكم تحية من خلال برنامجنا هذا الصباح، وربنا يكون معاكم ويزيدكم من نعيمه. ربنا هلا نور معكم وصباحكم نور. وصلاة ختامية من أبونا جورج، وننهي بترنيمة ويعطيكم العافية. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، يا رب اغفر خطايانا، يا سيد تجاوز عن أثامنا، يا قدوس اطلع واشفي أسقامنا، أوجاعنا من كل وباء، من كل شدة، من كل تعب، امنحنا السلام أيها الرب كل حين. آمين آمين يا أبونا. آمين. شكرا للكل، للجميع على نجاح نشر هذا البرنامج عبر صفحة فيسبوك، و ابقوا معنا ان شاء الله نتواصل معكم. ايمتى؟ يا رب تابعوا صفحتنا. ما هو ابونا بيعتمد على الزوج والفرد، ما سيارتك زوجي وانت بتقدرش تيجي غير الثلاثة والاثنين، انت بدك تاكسي تيجيبك، فمنقول الثلاثة ان شاء الله، منضلنا على تواصل ان شاء الله. صباحكم نور اعزائنا المشاهدين عبر صفحتنا، وضلكم معنا متواصلين، وربنا يكون معكم ويحفظكم. امين امين. ذلك بقلوب طهرة حني علينا.